مدرستي مدرستي حديقتي وبابها الكتاب، أقرأ فيها قصصا وأدرس الحساب. في كل صبح نذهب مع الرفاق نلعب، ندرس في صفوفنا وفي المساء نكتب. أنا الصغير الصالح بعملي أكافح. مدرستي حديقتي وبابها الكتاب، أقرأ فيها قصصا وأدرس الحساب. في كل صبح نذهب مع الرفاق نلعب، ندرس في صفوفنا وفي المساء نكتب. أنا الصغير الصالح.